زي النهارده واي نهارده، عايز تضيف حاجه على موضوع اللائحه؟ لا خلاص بقى. طيب زي النهارده ودايما وابدا ديسمبر شهر الافراح الاهلاويه، وباذن الله تعالى يكون شهر عوده الانتصارات القويه باذن الله، لانه ديسمبر في التاريخ الافريقي لكره القدم في الاهلي شهد الكثير من التتويجات، لعل اغلاها زي ما حضراتكم فاكرين اللقطه المتوهجه لحظه الانفجار في 6 ديسمبر 2014 نهائي الكونفدراليه الاهلي مع سيو سبورت الايفواري وراس عماد متعب القاتله في الدقيقه 96، نفكركم بيها. لعبد الله لسعيد، لو لسه رمان الباصه جميله، محاوله خطيره سريعه والعرضيه جميله، راس الفوز الغالي بمشيئة الله. تستمر رجليك وايديك وعينيك يا ابو البنات يا ابو تمارة ويا ابو سليم، يا عماد يا متعب، يا عماد يا مؤلم، عماد عين العماد، ربنا يخليك لينا يا عماد. عماد متعب الهداف القناص جلاد الحراس يا عماد متعب نجم النجوم. واحد لا شيء، واحد لا شيء، صفر يا حكم. ذكريات جميلة أرجو أن تتكرر، بس مش في الكونفدرالية بقى، في البطولة. جريده زي ما يكون مربوط بالكونفدرالية. أيوة أيوة. لسه واخد البطولة مع الرجاء المغربي. بس هو المغربي. واضح أن جريده تطور كمان، لأن يعني اللي بيتابع الرجاء بيشوف أن الرجاء بيلعب كرة حلوة. فالتطور ده مهم جدا. صحيح. طيب. أيضا زي النهاردة ولكن في 7 ديسمبر 85 الأهلي حقق لقب افريقيا ابطال الكؤوس على حساب ليفنتس النيجيري، كان خسر بهدف في ليجوس لكن فاز في القاهره 2-0 لزكريا ناصف ومجد عبد الغني، نفكر حضراتكم بيهم. حطيت مجد عبد الغني، جول 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 جول، مجد عبد الغني على الطاير يجيب الجول الاولاني في الدقيقة 29، شوطة حلوة هنشوفها تاني، الخطير سبقاله وهوبا اهو كده يا رب. يلا مجدي واحدة كمان والله، يا سلام حلوة اتقطعت علاء للخطير لناصر، الجول التاني، الجول التاني زكريا ناصر، زكريا الجول التاني، يا سلام يا خطيب يا لعيب يا خطيب، يا سلام يا زكريا، الجمهور هيتجنن ومعانا، اديكم شايفين الناس قد ايه هوا الكره على هوبا الخطيب بتاع برجله زكريا، هوبا الجول الثاني. غالي وثمين حقق للاهلي في 85 لقب كاس الكؤوس الافريقيه، وشايفين حماس وانفعال الكابتن حسين مدكور عليه رحمه الله، واحد من المعلقين الكبار الرواد. لكن كمان في 7 ديسمبر بعدها بسنة على طول في 86 الأهلي أيضا بيحتفظ بلقب كأس الكؤوس الأفريقية، والمرة دي خارج الأرض على حساب سجارة الجابوني، رغم الخسارة بهدفين في ليبرفيل لكن كان الأهلي كسبان هنا 3-0 بأهداف طاهر أبو زيد هدفين ومجد عبد الغني هدف، نفكر حضراتكم بالفوز على السجارة الجابوني 86 في 7 ديسمبر. شاطت جول جول طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد، قنبله قعد الجول على ركبه ودخل الجول الاولاني بعد 10 دقائق. Thank you.
دخلت ايده ودخلت والجول الاولاني لمصطفى عبده جميله وبالعرض هو الجول الثاني الجول الثاني يا ابو زيد يا ابو زيد الاسلح بتاع ابو زيد انا لسه بقول لازم نجيب جول ثاني والله يلا ماشي شوف الكوره من عوبه ازاي ودخل زي السد وحطها مجدي حط الجول الثالث الجول الثالث مجدي عبد الغني يبقى الجول الاولاني طاهر ابو زيد في الدقيقه 10 الجول الثاني طاهر ابو زيد في الدقيقه 28 الجول الثالث مجدي عبد الغني من ضربه جزاء في الدقيقه 18 اصبحت النتيجه 3 الاهلي 0 سجاره. والله اللعيبه لما تشوف ادائها وتشوف حلاوتها وتشوف يعني النهارده انت في مدافع زي مجدي عبد الغني في البتاع بصرف النظر بقى اما نختلف نتفق مع بعض في الرؤى لكن كلاعب خط وسط ابتدى ازاي وطور نفسه ازاي وبقى راجل هداف ازاي وبقى مدافع قوي ازاي وبقى يعني الحقيقه لاعب خط الوسط ده رمانه ميزان اي فريق. طيب تنقل نقلة بقى ل 2001 8 ديسمبر 2001 سيد عبد الحفيظ يحقق بهدف التعادل مع سان داونز بطل جنوب أفريقيا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ليفوز الأهلي باللقب الغالي سجل الأهلي أو سجل الأهلي سيد عبد الحفيظ نفكر حضراتكم بيه سلام لساندي ماشي صندي وبيسلمها على طول صندي لمحمد فاروق فاروق يلعب كرة عرضية فاروق عرضية عالية وبيحطها أهو زبا جول جميل جميل جول جميل جول جميل مش ممكن سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ ده انت السيد وسيد عبد الحفيظ مش ممكن الراجل ده نجم الراجل ده كبير قوي 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 سيد عبد الحفيظ هو اللي انقذنا في أشرف شاكر الله يمسيه بالخير الراجل ده نجم الراجل ده جامد قوي الراجل ده فعلا عامل مشاكل سي السيد بص الجون بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ بالهيد ده جون ملعوب مش مرتطب بجانب رأسه ده هو لعبه بالقوة دي بالتوجيه ده بالجزء ده ناس تقول ما هو منفرد ايوه بس منفرد لكن كان ممكن يحطه لو بجبهته كان ممكن جون يصدها او يطلع فوق العرض صحيح انما ان هو يا دوبك عداها بدماغه من دراع الحارس عشان تروح في البعيد السند دي ايوه اهو اهو بص بقى شايف التوجيه بتاع الكوره بجانب الراس فجون جميل يعني يا رب دايما وابدا ديسمبر شهر الاحتفالات والتتويجات